بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل شير يا شباب للديسكتوب. نكمل يا إخوة أعزاء اللي هو إيش الشابتر 3 بار 2. إحنا كنا طبعا حدثنا عن الحالات وكنا في الإكزامبل 3. طبعا هو أعطاني أنا طبعا إكزامبل 3 حليته، كان أعطاني البي 1، كان أعطاني بي 1 700 كيلو باسكال، وأعطاني طبعا أعطاني الماس هو 1.78 كيلو جرام. هذا طبعا الماس التوتال. أعطاني الماس الغاز اللي هي 22% كيلو جرام. دكتور ذا حق الليكويد 1.78 كيف عرفت انه توتال؟ ها؟ مو حق الليكويد ذا، ولا كيف عرفت انه توتال؟ سوري هذا الليكويد، نعم انا غلطان، هذا الليكويد. كلامك سليم. احيانا الواحد يلقى في يعني في ذهنه التوتال اللي هو السم حقه، يعني هذا الليكويد. نعم احيانا الواحد يلقى في ذهنه سؤال كذا سابق حله، عرفت كيف؟ وبيقرأ بيعدي. صحيح كلامه. الام التوتال اللي هو عبارة عن ام ال زائد ام الجي، واللي هي 1.78 زائد 22، واللي هي حتطلع 2 كيلو جرام. اذا عايزين اكس 1 فهي عبارة عن، معنى الكلام انه السؤال هذا الكلاس الماضي حليناه بشكل مستقيم، يعني قصدي حصل فيه خربطة. الاكس 1 اللي هي عباره عن ام الجي على الام توتال، واللي هي 22% على 2، واللي حيكون الجواب 11%. طيب انا جيت على البرشر هذا اللي هو 700 كيلو باسكال، كويس، وايش سويت؟ طيب انا قاعد بدور على الجداول اللي امس. طيب انا حروح على الاي 5 وحمشي على 700، هاي 700 الفي 1، الفي 1 اللي هي عبارة عن ايش؟ الفي اف زائد اكس 1 في جي ناقص في اف. الفي اف اللي هي هذه 0.01، هذه هي الفي هذه الـ VF والـ VG 1.08 زائد 11% ضرب الـ VG اللي هي 0.27 ناقص 0.01108. الـ V1 بتساوي 0.001108 زائد ال 11% ضرب 0.27278 ناقص ال 0.01108. سكرت القوس. طلع الجواب 0.3099. طبعا الوحدة مكعب على كيلو جرام. هذا الـ V1. الـ V1 بيساوي الـ V2، لأنه هو إذا انتبهتوا شو قال لي؟
هو قال لي انه ريجد فوليوم، ريجد فوليوم يعني حجم ثابت، فالفي 1 بتساوي الفي 2. طيب الحين انا عندي الفي 2 0 3 0 99، والبي 2 8 ميجا باسكال، يعني 8000 كيلو باسكال. الحين هو عايز الفاينل تمبرشر، يعني عايز التي 2 الفاينل انثالبي، يعني الاتش 2 الانترنال انرجي، الفاينل انترنال انرجي، يعني عايز اليو 2. طيب هذه بسيطة، أنا أقول بكل بساطة حاجي على البي 2 اللي هو 8000 أيوة، هاي الجدول وأشوف إيش هاي 8000. طيب طبعا هاي الفي اف، هاي الفي اف اللي هي 0 0 1 3 8 4، وهاي الفي جي 0 0 ايوه 2 3 5 2 5. الفي 2 اللي هي 3% هنا جاية، الفي 2 أكبر من الفي جي، معناها إنه إيش مالها؟ سوبر هيت، أو يعني ممكن تقول إيش؟ فيبر. طيب الفي 2 اللي هي 0 3 0 9 9 أكبر من الـ VG، كويس؟ هذه هي الـ VG، هذه إذن على هذا الأساس حكمنا إنها سوبر هيت. سوبر هيت يعني معناها لازم أكملها من الجدول A6. طيب هاي روحت على الجدول A6، أول برشر 1%، 5%، 1 بالـ10، 2 بالـ10، 3 بالـ10، 4 بالـ10، هذا طالع لغاية ما أصل للبرشر 8. طلع هاي 5 ميجا باسكال، هاي 8 ميجا باسكال. الحين هذا العمود، شايفوا هذا العمود، هذا العمود كويس. هذا العمود اللي أنا الحين قاعد، هذا هو عمود الفوليوم. طيب على كل ها طيب الآن ها
طيب الحجم تاعي كم مقداره؟ الحجم تاعي الحجم تاعي كم مقداره يا شباب؟ هذا مقداره. طبعا هذا وين جاي؟ جاي هنا. عشان كذا ها طلعوا شباب شو هنعمل؟ انا الاشياء اللي فوق ما بتهمني. الاشياء هذه ما بتهمني. والاشياء هذه ما بتهمني. اللي يهموني هذول الرقمين. طلعوا يا شباب. كويس. هاي. هي ايش؟ هي التي حقتي. وهاي هي اليو تبعتي. وهاي الاتش. طبعا الفي اللي الي اللي هي هاي. اللي هي 0.0399. طبعا هذول ما بيعنون. اخر جزء ما بيعني. الحين انا ايش عايز؟ عايز التي، عايز اليو، عايز الاتش. شو حسوي؟ طلع شو حعمل. عايز اعمل ايش؟ عايز اعمل انتربوليشن. يعني طلعوا. يعني حقول اول شيء حقول طلعوا شو حكي شو حقول 400 ناقص تي على 400 ناقص 350 يساوي 0.03434 ناقص 0.03099
على 0.03434 ناقص 0029975 كويس. وهطلع مين؟ طبعا هاي هي التي 2، هطلع قيمه التي 2 هاخذ مره ثانيه، بس هاي المره مش بين، طلعوا المره هاي، المره هاي اشتغلت بين مين ومين؟ اشتغلت، طلعوا شباب، اشتغلت بين هذه وهذه، المرة الثانية هشتغل بين هذه وهذه، المرة اللي بعديها هشتغل بين هذه وهذه، طلعوا الآن نفس الفيلم. هقول 2864.6 ناقص اليو 2864.6 ناقص 2748.3 يساوي اللي هي ايش؟ 034344 - 0399. وحطلع قيمة اليو 2 كيلو جول على كيلو جرام. المرة اللي بعديها أعمل مين؟ أقول إيش؟ 3000 كويس، 3139.4 ناقص ال H2 على 3139.4 ناقص 2988.1 يساوي وهعمل نفس الاشي، هبسطها واطلع قيمة ال H2 كيلو جول على كيلو جرام. وبهذا الشكل بكون طلعت ال H2 ال T2 ال U2 معي يا شباب. هذا يا اخواني كان ايش؟ هذا كان حل السؤال. هذا زي ما انتم شايفين سؤال بسيط، فيش في حاجة، تطلع ال T2 361، تطلع ال H2 3024، تطلع ال U2 2776. طيب بقول عندنا ريجد تانك، عندنا تانك برضو ماله صلب، ريجد يعني صلب يعني حدوده صلبة. طيب بيحتوي 50 كيلو جرام من الساتيوريتد ليكويد. للإكزامبل هذا بتكلم عن كتلة مقدارها 50 كيلو جرام من الساتيوريتد ليكويد. لما يقول ساتيوريتد ليكويد يعني اللي هو الإكس كم بتساوي؟ التمبريشر كم؟ ساتيوريتد ليكويد يعني الإكس بزيرو، تمبريشر 90 سلسيوس. ايش عايز؟ عايز البرشر وعايز الفوليوم. طبعا لما يكون ساتيوريتد احنا اتفقنا الاكس بزيرو، الاكس بواحد، الاكس بين الزيرو والواحد يعني ساتيوريتد. ساتيوريتد يعني البي اللي هي بي الساتيوريتد.
أنا هروح على الجدول بما إنه ما أعطيني تمبرشر، هروح على الجدول A4، أي الجدول A4 وأشوف التمبرشر 90. تمبرشر 90، أي 90 كم التمبرشر تاعه؟ كم البرشر تاعه؟ 70، 70.183 كيلو باسكال، هاي الاي 4. طيب بالنسبة للفي عندي هو نفس الفي اف، ليه نفس الفي اف؟ لأنه مال الاكس، الاكس مالها؟ أخ مصطفى مال الإكس؟ الإكس بصفر، يعني الفي في إف كم الفي إف؟ هذه اللي هي زيرو 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 وان زيرو ثري سكس. انتبهوا يا شباب إنه هذه متر تكعيب على كيلو جرام، يعني هذه مش الفوليوم، هاي السبيسيفيك فوليوم، لكن إذا عايزين الفوليوم الكبير فهو الام ضرب الفوليوم السبيسيفيك. الام كم؟ 50، والفوليوم السبيسيفيك كم؟ اللي قبل شوي حطيناه، هذا هو اللي هو 001036 0.001036 ضرب 50 واللي هي الفوليوم حيطلع 0.518 متر مكعب. إذا يا شباب هذا البرشر وهذا الفوليوم، هذا البرشر وهذا الفوليوم. إذا الفوليوم البرشر 70.183 كيلو باسكال، الام في الفي اف واللي هي 0.518. النقطة هذه وين مكانها؟ هذه إذا رسمتها، هاي رسمتها، هاي الدوم، هاي التسعين، النقطة هايها، وهذا هو السبيسيفيك فوليوم اللي هو الفي يساوي الفي اف واللي هو زيرو زيرو وان زيرو ثري سكس. كيف عرفنا ان الاكس بزيرو؟ ساتوريتد ليكويد، كلمة ساتوريتد ليكويد، اوف ساتوريتد ليكويد ووتر، هو بيقول انه ساتوريتد ليكويد، يعني حتى لو بغيت تمسح ذي عادي. بس طبعا احنا حنحط الكرسي، ليه؟ لأنه الكرسي هذا هو كرسي الضغط. كم مقدار الضغط؟ اللي هو 70.183 كيلو باسكال. هاي بس هي النقطة. ماشي الحال؟ اي نعم واضح. سهل يعني، ما فيش حاجة، بس أنت ابدأ عود نفسك على انه هذه، يعني هذه هي الماده كذا شكلها. يقول انه الماس 200 كيلو، نفس السؤال قبل شوي، الماس 200 كيلو جرام، آه 200 جرام يا جرام، عذرا انا شايف الخربطه، اللي هي يعني 2 بالعشرة كيلو قسم على 1000،
طيب بقول انها saturated liquid. saturated liquid يعني الاكس كم؟ زيرو. بقول is completely vaporized at constant temperature يعني تم تبخيرها بشكل كامل عند constant pressure. كم البرشر؟ يعني هذه X1 تبخيرها بشكل كامل يعني إيش؟ يعني الـ X2 اللي هي واحد لأنه تم تبخيرها بشكل كامل. أول درجات التبخير بشكل كامل اللي هي عند الواحد. طيب constant pressure يعني قصده يقول انه بي واحد ايكوال بي تو ايكوال 100 كيلو باسكال. طيب بقول في الفرع ايه determine the volume change يعني هو عايز الدلتا في. هذا فرع ايه بده الـ amount of energy transferred to the water. عايز مقدار الحرارة اللي راحت للووتر. طيب احنا عندنا هروحت على التيبل انا شفت البرشر 100 كيلو باسكال. الـ V1 اللي هي الـ VF والـ V2 اللي هي الـ VG. هي الـ 100 هي خمسة هي المية هي الـ VF وهي الـ VG. الـ V1 اللي هو M في V1 والـ V2 اللي هو M في V2. الدلتا V اللي هو V2 ناقص V1 واللي هي عبارة عن M V2 ناقص V1. يعني دلتا V M M اللي هي 2 بالعشرة 2 بالعشرة هاي 1.6941 ناقص 0.01043. الدلتا في شو حتساوي؟ 1.2 ضرب 1.6941 minus 0.01043 3 3 8 6 مكعب. هذا كان الحد الأول. بعدين شو عايز؟ عايز الكيو. الكيو هذه اللي هي الام. أيوة هذه هاي عايزينكم الآن تحفظوها، لكن إن شاء الله لما تمشوا ثيرموتو كل المادة على هاي الQ اللي هي عبارة عن M H2 ناقص H1. طبعا ال H2 هي HG، احنا قلنا ال V2 هي VLG وال H2 HG وال H1 اللي هو HF.
الآن أنا يعني Q بتساوي M H ال G ناقص H ال F. يعني Q بتساوي M H ال F G. فأنا هاي ال Q هاي ال M اللي هي 2 بالعشرة H ال F G هروح أجيبها من الجدول. هاي المية احنا عندنا H ال F و H ال G و H ال F G جاية بينهم اللي هي هذه 2257.5 يعني الكيو بدها تساوي 451.5 كيلو جول. إذن يا شباب القانون هذا اللي هو كيو بتساوي ام في دلتا اتش، صراحة هذا قانون إن شاء الله إذا الله أحيانا أحياكم هذا القانون في الثيرمو تو هيكون قانون رئيسي دائما بيجي معك. فالكيو هي ام اتش 2 ناقص اتش 1 يعني ام، و اتش 2 اللي هي اتش جي ناقص اتش اف يعني كيو بتساوي ام في اتش اف جي. يعني كيو حتساوي الام 2557.5 يعني كيو بدها تساوي اللي هي 451.5 كيلو جول. هذا يا شباب يعني كده إعادة سريعة على الفرع الثاني لأنه جديد عليكم. نيجي نشوف هذا بقول عندنا determine the internal energy، عايزني أحدد الـ internal energy اليوم لا الكمبرست ليكويد. كمبرست ليكويد water يعني أنا عندي مي درجة حرارة عايز اليو، هو بقول إنه درجة الحرارة 80 سلسيوس والبرشر 5 ميجا باسكال. مدام هو كمبرست ليكويد أيوة إذا لازم أروح أطلعه من الجدول إيه 7. إحنا قلنا إنه الساتوريتد إيه 4 وإيه 5، السوبر هيت إيه 6، الكمبرست ليكويد إيه 7. طيب أروح أشوف أنا وياكم إيه 7، إذا الجدول حق الليكويد هو إيه 7. طيب هذا الـ A5 هاي الـ A6 هاي الـ A7 هذا الـ B 5 ميجا باسكال والحرارة كم؟ 80 هاي 80 مع 5 ميجا باسكال. الأول V الثاني U كم U؟ 333.82 كيلو جول على كيلو جرام. لاحظوا يا شباب انه هاي وحدة اليو، هاي وحدة الاتش، هاي وحدة الاس، هاي وحدة السبيسيفيك فوليوم. طيب في شغلة عايز اقولها، ملاحظين انه جدول الليكويد بيبدأ من برشر 5 ميجا باسكال. طب لو اعطاني ضغط اقل من ال 5 ميجا باسكال، يعني اعطاني ضغط 1 ميجا باسكال، قال لي انه البي بتساوي 1 ميجا باسكال والتمبرشر 80 سلسيوس. طبعا السؤال خلص انا يا شباب، السؤال اللي كنت اجاوب فيه قبل شوي خلص. التي 80 سلسيوس هذا سؤال من راسي، والبي بدل 5 ميجا باسكال جينا مسحنا الخمسه وشو حطينا؟ واحد ميجا باسكال. طبعا انتبهوا انه هو ايش، انتبهوا يا شباب انه هذا ليكويد. كيف عرفنا انه ليكويد؟ حدا منكم يا شباب بيعرف؟ الشباب اللي معاي مصطفى كيف عرفنا انه ليكويد؟ اذا ما تعرف قول ما اعرف، علشان ايش؟ عشان انا اقول لك، اذا تعرف قول لي شو عندك. يلا كيف يا دكتور؟ انا اقول لك يا صديقي، دائما احنا بنعمل التيست
بالجدول ايش؟ اي 4 او اي 5. روح على الجدول اي 4 او اي 5. انا رحت على الجدول اي 5. كم البريشر؟ 1 ميجا باسكال. 1 ميجا باسكال يعني 1000 كيلو باسكال. ها محسوبك اجعل 1000 كيلو باسكال. شو درجة التشبع عنده؟ غليان 179 88 سلسل. مش ملاحظ انه تي حقتنا اللي هي 80 اقل من تي ساتوريتد؟ مش ملاحظين انه 80 اقل من 179.88؟ لما تي اقل من التي ساتوريتد هذا شو قلنا عنه؟ ليكويد. عرفت؟ انا ما اقول ليكويد كذا لانه انا عايز اقول ليكويد. لا 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 عيب هذا الكلام. انا قلت انه ليكويد بالدراسه والتمحيص. هذا لو استخدمت انا مين؟ اي 5. عايزين نستخدم اي 4 يصير عادي. ها روح على الجدول اي 4. روح على الحراره كم؟ 80 250 100 هاي 80. شو البي ساتوريشن حقها؟ طلعوا البي ساتوريشن 47.4 كيلو باسكال. برشري انا كم؟ برشري 1000. 1000 ايوه. اذا لما البي اكبر من البي ساتوريتد هذا شو بنقول عنه؟ ليكويد. بنقول عنه ليكويد. احسن. حتى انت بديكم امس استغربتوا ليش التي ساتوريتد تي حقتي اقل من تي ساتوريتد البي حقي اكبر من البي ساتوريتد. قلنا لكم انه التمبرشر اذا بتزيده بصير بخار، بتقلله بصير ليكويد. البي العكس، اذا بتزيد البي ترفع الضغط تعمل تسهيل للماده. اذا ضغطت الماده بتصير سائل، اذا قللت ضغطها بتصير ايش؟ غاز. طيب على كل، انا عندي كم التمبرشر؟ كم البرشر؟ 1 ميجا باسكال. 1000 كيلو باسكال. الآن السؤال، احنا اتفقنا انه هذه ليكويد. طيب بما انها ليكويد ومش موجودة، طلعوا no way to use mean A7. فيش مجال لاستخدام A7. ليه؟ أنا وياكم رحنا على السبعة. أي A7. A7 يبدأ من عند أقل ضغط، يبدأ من عنده 5 ميجا باسكال. طب شو بدي أعمل في هاي الحالة؟ عندكم فكرة يا يوسف؟ أخ يوسف، أخ مصطفى، عندك فكرة؟ لا والله يا دكتور. أنا أقول لكم، إذا كان البرشر قليل بإمكانك تستخدم الجدول A4. كويس، مش A5، A4 مش A5. كويس تيجي. ليه؟ طيب أنا أقول لك تيجي، خليني بس أخلص وبعدين أقول لك. تيجي عند التمبرشر 80 وبتقول لي إيش؟ إذا عايز اليو فهي يو مين، وإذا عايز الاتش هي اتش مين، وإذا عايز الاس هي اس الاف، وإذا عايز الفي فهي في الاف. يعني بتعتبر كأنه الاكس بزيرو. طبعا هذا الكلام تقريبي بس كويس يصلح. الحين السؤال اللي أنت سألته، قلت لي ليه نستخدم الاي 4 مش الاي 5؟ أنا هقول لك ليه. طلع
طيب إذا بننتبه لاحظوا إنه الخط الأزرق والخط الأخضر ما لهم؟ متقاربين، يعني النقطة الحقيقية هنا وأنا فعليا قاعد أو أطلع النقطة اللي هنا، فصراحة أنا لما يكون عندي ليكويد واستخدم الـ A4 صراحة الفرق بيكون مرة بسيط. ليه؟ لأن أنا قاعد أطلع القيمة دي والقيمة دي. القيمة دي تقريبا يعني الـ V تقريباً بتساوي الـ VF، لكن لو أنا صراحة استخدمت الـ A5 فالـ V ما بتساوي الـ VF، بتكون بعيدة. والسبب إن هنستخدم وقتها رسمة الـ T الـ B والـ V. فشو هتكون؟ أي الدوم هتكون النقطة كذا جاية كذا، ها نلاحظ نقطة هنا ونقطة هنا، في فرق كثير بينهم. لاحظين يا شباب؟ يا شباب ملاحظين الفرق؟ واضح. النقاط واضح واضح. إذا يا شباب أحيانا بيطلع معي ليكويد وبروح على الجدول A5 A7 بلاقي إنه الضغط مش موجود. طب في هاي الحالة إيش أعمل؟ قال لك لا تعجز، يعني لا تيأس، روح استخدم الـ A4 ولكن ايوه لكن لا تستخدم الـ A5، خذ درجة الحرارة واعتبر الـ V هي الـ VF، الـ U هي الـ UF، الـ H هي H الـ F، الـ S هي S الـ F، وكأنها الـ X الـ 0. وهذا اللي هذا ايش؟ طبعا هنا استخدمنا على طول الـ A7. السؤال الحين او الاكزامبل هذا اللي احنا الحين شايفينه معطيني خمس حالات، ماشي الحال؟ معطيني يعني اول حاله تخيل شبابنا واحد مرات بيحس حاله مش ذاكر شو بيقول. تخيلوا هذا السؤال وكأنه خمس أسئلة، شو يقول لك؟ قال انه اول اشي بدينا في الفرع ايه، معطيني التمبرشر مجهول. يعني ايش معنى التمبرشر مجهول؟ معناه يبغى، اعطاني البرشر، البرشر كم؟ 200 كيلو باسكال. اعطاني الاكس 6 بالعشرة. بالنسبة للتي كانت مجهولة، بالنسبة لليو كانت مجهولة، بالنسبة للفيز ديسكريبشن كان مجهول. طيب أنا بما إنه الإكس قيمتها جاية 6 بالعشرة بين الزيرو والواحد، أنا أقدر أطلع الفيز ديسكريبشن هذا على طول، هذه ساتيوريتد ميكسشر. ماشي الحال؟ طيب طبعا بما انها ساتوريتد ميكستشر يعني التي تاعتها هي تي ساتوريتد،
انا رحت طبعا بما انه معطيني البريشر اذا اقدر اشتغل على الاي 5 في الساتيوريتد. رحت انا على اي 5 هي اي 5 كم البريشر 200 كم درجة الحرارة 120.21. طيب هذا صرنا نطلعين المطلوب الأول والمطلوب الثالث عايزين اليو اليو هي اليو اف زائد الاكس يو جي ناقص يو اف اليو بتساوي اليو الاف يو الاف هي 504 هذه يو الاف وهذه يو الاف جي بانه يو الاف جي موجوده اقدر انا اكنسل هذه طيب 504 ونص زائد الاكس اللي هي 6 بالعشرة ضرب 2024 و6 بالعشرة كم طلعت اليو هاي 504 ونص زائد 6 بالعشرة ضرب 2024.6 الجواب 1719.26 كيلو جول على كيلو جرام. إذا يا شباب شو حنعبي؟ حنعبي زي ما أنتم شايفين، حنحط هنا حنحط هنا 102 120 فاصلة 21% هنحط هنا اللي هي هذه هاي هنحط هنا اللي هو 1719.26% وهنحط هنا في الفيز ديسكريبشن اللي هو ساتيوريتد ميكسر. هذا كان بالنسبة للنقطة مين؟ نقطة ايه؟ الحين بروح للنقطة مين؟ نقطة بي. النقطة بي معطيني قايل لي التمبرشر 125 سلسيوس. قال لي اليو 1600. عايز مني اطلع البي اطلع الاكس اوصف الفيز ديسكريبشن شو حنعمل يا شباب ايوه يا عم مصطفى شباب طيب بالنسبة للبي وبالنسبة أنا صراحة حاجة على الجدول A 4 ليه A 4 لأنه أعطاني تمبرشر طبعا أنا بدي أشوف اليو اف واليو جي رحت على الجدول A 4 A 4 رحت على الجدول A4 هذه الـ A5 طيب 125 هي الـ 125 هي الـ UF وآخر واحدة الـ UG 524.83 2534.3
واضح انه ال 1600 وين جايه بينهم، معنى انها بينهم انه في ايش، في اكس ميكشن. في اكس ايوه. طيب على كل هذه الحاله الفيس ديسكريبشن جواب هذا، هذا الفيس ديسكريبشن هو ساتوريتد ميكشر ما دام احنا جايين في النص. اذا احنا كنا ايوه احنا كنا كالتالي قلنا تي 125 سلسيوس ويو 1600. احنا رحنا على الجدول A 4 وطلعنا مين، حطينا اليو الاف 524.83 يو جي 2534.3. واضح ان اليو هون يعني في اكس، وبالتالي الفيز ديسكريبشن ساتوريتد ميكشر. بالنسبه للبي 2 للبي اللي هي بي ساتوريتد، ليه؟ لانه ما دام احنا قلنا ما دام الاكس بزيرو او واحد او بينهم اللي هي فلازم ايش؟ لازم البي بي ساتوريتد اللي هو هذا هو 232. هذا كيلو باسكال. انا صرت مع صرت معطي الفيز ديسكريبشن وصرت معطي مين البرشر. شو ظل عندي؟ احسب الاكس. احنا نعرف انه اليو بتساوي اليو اف زائد الاكس اليو اف جي. اليو حقتي 1600، اليو اف 524، الاكس مش عارفين، اليو اف جي هذا اليو اف جي 2009.5. جيب هاي هون تصير الاكس بتساوي 1600 ناقص 524.83 على 2009.5. ماشي الحال. طيب اللي بعده، اللي بعده معطيني مين البرشر. قال البرشر هذا فرع سي، قال البرشر طيب الآن البي البي 1000 واليو 2950. صراحة أنا جيت على الجدول A 5 وشفت اليو اف واليو جي أي الألف، طيب كم الألف هاي الألف هاي الألف اي اليو اف 761 700
اليو جي اللي هي 2500 فاهمين ان اليو وين جايه فهذا هذا ايش سوبر هيت سوبر هيت احسنت هذا بنكمله من اي جدول كمله من الجدول اي 6 معي الان الان يا اخوة يا اعزاء نروح على جدول اي 6 نعمل كده ايوه كم البرشر تاعي 1000 كيلو باسكال يعني ايش واحد بالمية وفي الآخر كنا عند مية عند الثمانية بالعشرة نروح هذا هو الواحد ميجا باسكال بدي أمسك خط اليو شفتوها اليو أول واحدة كم مقدارها 2500 اللي بعدها 2600 اللي بعدها 2700 لاحظوا اليو حقتي كم 2950 2700 2800 2900 إذن هذول هم 2800 و 2957 كم التي عندي الأولى؟ ها؟ إذن هذا هذا كان الفيز ديسكريبشن بالنسبة للتي أنا عندي تي 350 وتي 400 بالنسبة لليو 2875.7 2950 2957.9 الحين القاعدة هذا ناقص هذا على هذا ناقص هذا يساوي هذا ناقص هذا على هذا ناقص هذا يعني حمسة حنا طيب أقول أربعمية ناقص تي على 400 ناقص 350 يساوي 2957.9 وأوسط وأطلع قيمة تي ماشي الحال كويس ف طبعا هتقول لي طيب والنقطة دي والنقطة إي كله نفس الشيء يعني مثلا تعال النقطة إي يعني أنا أعتبرها أدفع حاجة معطيني الإكس بزيرو الإكس بزيرو شو الفيز ديسكريبشن ساتيوريتد ليكويد صح طيب شو اليو؟ اليو هي اليو اف هو معطيني البي 850 كيلو باسكال تي اللي هي تي ساتيوريتد انا جيت على الجدول اي جدول بما انه معطيني البي اروح على الجدول اي 5 هاي الجدول اي 5 ها طلعوا هاي 850
شو تي ساتيوريتد؟ 72 94% سلسيوس. شو اليو اف اللي هي 731 كيلو جول على كيلو جرام. لاحظوا يا شباب هاي المطاليب الديسكريبشن والتمبرشر واليو. هذه مش عارف هو كان معطيني في انا اتكلم عن الفرع اي. لاحظوا انه الفرع اي بيسك سهل جدا. لما اعطاني الاكس واعطاني البرشر استخدم الاي 5 هاي فيس ديسكريبشن ساتوريتد ليكويد واليو اللي هي اليو الاف والتي اللي هي التي سات. طيب طبعا احنا شوفوا يا شباب الاسئله كثيره يعني لاحظوا انه A B C D E لاحظوا وهي هذا هنا السؤال برضو في ايش في فروع يعني واحدة اثنتين ثلاثة اربعة يعني جوا اربع فروع طبعا وهنا نفس الفيلم طلعوا وهنا نفس الفيلم طبعا هتقول لي يعني ايش المطلوب المطلوب انك تقعد وتحلها يعني المطلوب انك تجلس وتمرن يدك يعني ما في حاجه تنعمل الا انك ايش الا انك تتعلم كيف توجد البروباريتس باستخدام الجداول لانه بعد شوي مش حي مش حي مش حي تكون يعني ما هيعفيك المدرس يعني زي جدول الضرب جدول الضرب تعلمناه في الثالث ابتدائي الى يومك وحنستعمل جدول الضرب واحد يقول لي اي يوم ما استعملناش في جدول الضرب نروح بقاله بنستخدم جدول الضرب تشتري ثلاث علب بيبسي ثلاث علب البيبسي العلبة بريالين ونص تضرب بثلاث بتقول سبعة ونص لاحظ إذا البني آدم بيستخدم الضرب في الشراء بيستخدم الضرب في المدرسة في الجامعة في العمل الضرب هذا أخذناه في ثالث ابتدائي إلى يومك معانا القسمة أخذناها في رابع ابتدائي إلى يومك معانا طيب أنا يا شباب المشكلة الأسئلة كثيرة يا إخوان وفي موضوع الأيديال غاز وفي جروب من الشباب مش ويانا شو رأيك يا شباب نأخذ كلاس بكرة تمام نخليه بكرة نأخذ كلاس بكرة تقدروا تأخذوا كلاس بدري شوي يا شباب متى يعني أنا بسأل سؤال تقدروا اطرح الموضوع هذا اخي الكريم اطرحه على الجروب قول له يا اخوان عايزين ناخذ كلاس بدري شوي احنا ما كنسلنا كلاس الساعه 4 نعطي ساعه من 4 الى 5 اذا الشباب بياخذون كلاس كذا مثلا من 1 الى 2 او من 2 الى 3 يعني الشاهد والامر يكون في كلاس في في في, في النهار اذا بيلائم الشباب نعطيهم كلاس بدري أعطوهم كلاس بدري غير كلاسنا بحيث إنه يعني نحاول إيش إن نشوف ربنا إيش بييسر معنا إذا بيكون بدري يا أستاذ بيكون على الساعة 10 ولا 11 لما بدأ عندنا كلاسات الثيرمو كلاس الثيرمو أي ساعة يكون شباب يبدأ وحدة ويخلص تقريبا 2:40 شوف بكرة ما راح يكون في كلاسات خلاص أسبوع ذا ما في كلاسات بس اختبارات صح كويس طيب يا شباب شوف اكتبوا الموضوع في هذا وشوفوا ردوا لي ان شاء الله يعني تبي يكون كلاس الظهر يا دكتور وكلاس نفس الوقت اللي عندنا ايوه على اساس انه يعني ما ينزنقش الوقت
تمام شوف خلاص طويل لانه الشباب الاسئله كثيره يا شباب، يعني ما هو قاعدين المدرس حاط اسئله يعني عشان انا اكون انا وياكم في الصوره طلعوا اسئله، حاطط اسئله كثيره طلع كل هذه اسئله كل واحد فيها سؤال طلعوا كل هذه اسئله كويس. وبعدين بعد الايديال جاز ما شوف شيء صار ما شوف شيء قاعد تفرجينا شيء الحين ولا انا اوريكم بس الاسئله، يعني اقول انه الاسئله عددها الاسئله عددها كبير للي شافها طلعوا يعني شوفوا يعني شوفوا انا طبعا كنت شغال معاكم اليوم في اشتغلنا بعض الاسئله واخر شيء كنا في هذا السؤال، طبعا هذا السؤال يشبهه وهذا السؤال يشبهه وهذا السؤال يشبهه. الحين في نوعيه ثانيه من الاسئله، في نقطه بدايه ونقطه نهايه، يعني في بروسس كويس. لاحظوا اسئله متنوعه، لا هذه بسموها اسئله البروسس، يعني في نقطه بدايه ونقطه نهايه وعايزنا نطلع مطالب كويس. بعدين بيجي الايديال جاز نشرحه، بعدين في عليه شويه اسئله كم من اكزامبل وشويه اسئله طلع الاسئله عدد كبير من الاسئله، اتكلم لك عن 16 او 17 سؤال. مش عارف يعني اسئله كثيره فانا حتى بكره يعني لما اعطيك ساعه في النهار ساعه في الظهر وساعه في العصر والساعتين ما بتكفي، المدرس معبيها اسئله يعني البارت 2 فيش فيه شرح، يعني انا تقريبا باقي عندي شويه شرح بس عن الايديال جاز وبعد كذا انا اكون ختمت، بس في مليان اكزامبل عليك. هل هو شرح كل هذه الاكزامبل؟ ما اعتقد كلها، واذا يشرح يعني كلام طيب يا اسال يقولوا هذه اكزامبل كثيره، يعني الشيء اللي انت شايفه مش مهم او يعني قليل اهميه او يعني حاولوا او جيبوا لي اللي شرحه، يعني لانه يعني الشابتر هذا تكلمنا عن حول 20 سؤال يعني عدد كبير من الاسئله، يعني انا قاعد اعطيت السبت حصه والاحد حصه واليوم الاثنين حصه وبكره في حصتين، يعني تقريبا قاعد اعطي يوميا حصه. اسالوه يعني هذا كله او هو ممكن يكون وقف في نص الامثله، يعني شوفوا انتم اسالوا لنا اياه ان شاء الله خير يا اخوان ان شاء الله. السلام عليكم.